بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا علمنا كيف نجتهد حتى نبلغ أعلى درجات التقوى ونبلغ أعلى قيمة وهي قيمة التوحيد، ويليها قيمة المحبة لك يا أوحد يا صمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المفسدين في ملك الرحمن. لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وبعد أشقال، شوف شوف، اعتنى بأبيه، ولكن في الحقيقة المرجع دائما إلى الله. أعنى هذا ديدن، هذه عادتنا، لا مرجعية إلا أن تكون إلهية. أما مرجعية نيتشية ومرجعية بول سارترية وكذا، متاخذة من كل الجهات وبكل المستويات، هذا ليس شأننا. فرجو كما تحب، وعوذ فيها فسادا بفلسفة تدعي أنها قريبة من الحقيقة. لا حقيقة إلا حقيقة الله، أفلا يشك، ولا اتباع إلا ما ارتضاه لنا حتى نكون مسلمين مؤمنين محسنين. والسلام.